أكبر مشاكل بتواجه البيت المصري ارتفاع الأسعار وعدم الشفافية اللي موجودة في البلد. والله المشاكل اللي بتقابل البيت المصري كتير قوي، زي الماديات، المدارس، الدروس الخصوصية، طبعا الأسعار الغالية، الأكل، الشرب، حاجات كتير قوي بتقابل الناس، يعني مشاكل كتير. دي مشاكل مادية، غير بقى لو في مشاكل تانية اجتماعية بقى، معاملتهم مع بعض مش مفيش حوار، مفيش تفاهم، فمشاكل كتير. الغلاء طبعا اهم مشكلة بتقابل بيت المصري، الغلاء. يعني البيت الوقت اللي بيدخله 3000 جنيه بيبقى معدوم الدخل، مش محدود الدخل. والله الاسعار ما بقتش في متناول الناس، يعني كل حاجة غالية غالية غالية. وبعدين بينك وبين مثلا الحاجات اللي هي بتاعت القوات المسلحة مسافات بعيدة برضه في البلد، وبعدين يعني أصحاب العيال يعني تعبانين. هو قلة الدخل بس، ثواني، قلة الدخل بس، قلة المعيشة صعبة. الأسعار اللي مثلا مش لاقيين، مثلا برضو يعني الست بتمسك المصروف مش عارفة تكفيها، فغصب عنها من جوزها ما يقدرش يديها أكتر من، هو بيكسب، لو بيكسب 100 جنيه ولا 50 جنيه هيديها 300 جنيه؟ هديها 150 جنيه؟ فطبعا عندك أكل وشرب ومدارس ودروس وعيشة وعلاج فطبعا إحنا برضو مش، إحنا احتياجاتنا بس، احتياجاتنا الأكل والشرب والعلاج، ده العلاج أهم شيء. إحنا لو عينا أقسم بالله ما بروح أتعالج، ما بروحش أتعالج، أروح أتعالج إزاي؟ أصرف عند الدكتور 100 جنيه وأطلع لي كمان أصرف 300 جنيه، شايف العلاج غلي إزاي؟ أنا كنت بجيب شريط أسلوب ب 6 جنيه بقى ب 8 جنيه. أولا غلاء الأسعار في تزايد، مفيش سيطرة عليها لغاية دلوقتي، ولا من الحكومة ولا من الناس القائمين بالبيع ذاتهم. تاني حاجة، في مشكلة كبيرة جدا وأدت إلى زيادة نسبة الطلاق في مصر، وهي جميع المساكن المعروضة حاليا إيجار مؤقت طبقا للقانون الجديد، وبيكون إيجارها عالي وزيادة 10%، والشاب لما يعوز يتجوز بياخد إيجار مؤقت وبيدفع إيجار حوالي 700 جنيه أو 800 جنيه، وهو ممكن يكون بيتقاضى 1200 جنيه مثلا، فبالتالي ما بيقدرش يصرف على البيت، بتتفاقم المشاكل ما بينه وما بين زوجته، أخيرا بيؤدي إلى الطلاق. يعني انت عندك عيال في مدرسة عاوزين دروس وإيجار وأكل وشرب ولبس وعلاج وكل ده هتجيبه، مش هينفع 100 جنيه في اليوم، يعني 3000 جنيه يعني 100 جنيه في اليوم مش هينفعه. أنا كموظف باخد 2400 جنيه وما بنامش عشان أوفر الباقي، ما بقدرش. أهم مشكلة بتقابل البيت المصري هي الغلاء طبعا. في ناس مش لاقية تاكل، من رأيي، من وجهة نظري، الأسعار كل ما بترتفع مع انخفاض الأجور في ناس مش لاقية تاكل، مش مقضيها مرتباتها.